الفلسطينيين في غزة، جنوب أفريقيا تدين وتستنكر بشكل قاطع هجمات حماس في 7 أكتوبر وتعتبر أن ذلك ليس الحل، وما تقوم به إسرائيل لا يبرر. وجنوب أفريقيا أكدت في هذه المحكمة أن تلك المذابح والمجازر لا تعد تبريرا لأعمال الإبادة الجماعية. ومع تصاعد أعمال العنف، فإن جنوب أفريقيا دعمت عددا من قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في فلسطين. العالم لم ينجح في وقف أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف أمامنا في غزة، والأسرة الدولية تتبنى موقفا سلبيا تجاه تلك المجازر والمذابح. النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين وفي المدارس وفي المستشفيات استهدفوا، ما أدى إلى ما تسبب في أزمة إنسانية. ونحن نطالب بشكل قاطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتفعيل مادة النادر استخدامها، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. والأمين العام أنطونيو غوتيريس في 6 ديسمبر طالب مجلس الأمن بالقيام بما هو لازم لمنع كارثة إنسانية هائلة. إن هذه مناشدة للإنسانية وللأسرة الدولية، ولكن عدم الانصياع لتلك المطالبات أدى إلى، وحكومتنا وقعت وتقدمت ورفعت هذه القضاء أمام محكمة العدل الدولية من أجل منع هذه المذابح التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وكذلك طالبنا بوقف هو تعليق العمليات العسكرية في غزة وداخلها. إن الالتزام تجاه العدالة وإنهاء الفظائع الإنسانية في فلسطينيين يلقى صدى في ضمائرنا وضمائر الأسرة الدولية برمتها. إن حجم هذه الأعمال تذكرنا بمذابح الإبادة الجماعية في رواندا قبل عقود، وبالتالي سعينا لتحقيق العدالة للضحايا سيما النساء والأطفال والنساء والمسنين. ونعتقد أنه دون تدخل لهذه المحكمة والأسرة الدولية فإننا سنرى دمارا كاملا للشعب الفلسطيني في غزة. إن الصمت إزاء ما يحدث والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونحن كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية علينا واجب منع هذه الإبادة، وعلينا أن نعمل على وقف هذه المجازر التي ترتكب في زدة وفي غزة. والأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان عبر عن ذلك وقال، أقتبس، أن الأسرة الدولية خذلت رواندا، وهذا تركنا بمشاعر الندم، ورواندا تذكير صارخ بالنسبة إلينا. عندما خذلت الأسرة الدولية رواندا ومنعت من حدوث تلك المجازر، لا نريد أن نعيش نفس مشاعر الندم فيما يتعلق بفلسطين. إذن هذه القضية تمثل فرصة للأسرة الدولية لأن تتصرف في الوقت الراهن لمنع أعمال الإبادة الجماعية من خلال القرارات التي تتخذها. جنوب أفريقيا هي دولة متعددة الأعراق ودولة متعددة الخلفيات، وتتبنى وهكذا تتعامل مع الآخرين. و I am becomes Hamza Abdullah is you are because Duna Ab Mohsen is the philosophy of إن فلسفة الإنسانية والتي انعكست أننا أمة واحدة عندما نؤكد على إنسانية الجميع. وهذا راسخ ومكرس في ضمير جنوب أفريقيا، وتاريخنا قام على الاضطهاد والعنف، وجريمة الفصل العنصري هي جريمة ضد الإنسانية، وينبغي أن والتاريخ يذكرنا بأن نقف إلى جانب المبادئ ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني. وأباؤنا المؤسسون هكذا أرادونا أن نفعل، وهكذا أرادنا أن نفعل نيلسون مانديلا. ولأن تاريخنا مرطخ بالجرائم ضد الإنسانية ونرى غزة تحولت إلى ركام، هذا تذكير لنا. وما تجري من أعمال لتدمير غزة يستدعي النظر فيها من قبل هذه المحكمة الموقرة. وزراء إسرائيليون وأعضاء برلمان وكذلك جنرالات عسكريون
يصفون الشعب الفلسطيني بأنهم حيوانات إنسانية ويريدون محو الشعب الفلسطيني من غزة. ومثل هذه العبارات تمثل تحريضا على العبادة الجماعية، وبالتالي ينبغي أن تقاوم وتكافح. ونحن كدولة موقعة على تلك الاتفاقية فإننا عازمون على رفع هذا الموضوع أمام نظر المحكمة ووقف هذه الأعمال. إن الأفعال والأعمال التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تعد خرقا وانتهاكا للاتفاقية، والفلسطينيون عبروا عن قلقهم العميق إزاء عجز النظام العالمي وقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتطالب بوقفها. إن التنفيذ الكامل للقانون دون تحيز ينبغي أن يعمل على وقف هذه المذابح والمجازر التي ترتكب في غزة. وهذه القضية تتعلق بتعليق تتعلق بالتأكيد على تطبيق القانون الدولي ووقف أي كيل بمكيالين فيما يتعلق بإسرائيل. نريد أن نختم بكلمات مارتن ديكيت عندما قال وأقتبس: إن سقف الأخلاق أخلاق الإنسانية هو دائما يميل لصالح العدالة، ونعتقد أن العدالة هي التي ستتحقق وستسود. هذا من شأن أن يحدث فرقا كبيرا. حقيقة أن حكومة إسرائيل تحاسب من قبل الأسرة الدولية، والجنود كانوا يعرفون والسلطات في إسرائيل يعرفون أنهم إذا ما استمروا في أعمالهم فإنهم سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية كأفراد ويحاسبوا على ما فعلوه، وبالتالي عليهم أن يتوقفوا عن ارتكاب كل أعمال الإبادة الجماعية. Obviously, we cannot want to overtake the court's role and also second guess the court. في مكان المحكمة. We believe that we've presented a compelling case. أننا قدمنا قضية قوية، والقانون الدولي وفقه القضاء بالنظر إلى هذه القضية وبالطريقة التي قدمناها هنا قد تم ذكرها. وهنا هذا هو موقفنا، وسوف نستمر في السماح بالمحكمة لبحث هذه القضية لتصل إلى، ليس علينا نحن أن ننطق باسم المحكمة. هناك تصريحات من عديد البلدان خاصة تلك التي تدعم إسرائيل بأن الدول الغربية سوف تعاقب جنوب أفريقيا. ما هو موقف جنوب أفريقيا فيما يتعلق ربما بموقف معاد لجنوب أفريقيا؟ سوف أرد على هذا السؤال. لقد تعاملنا مع العديد من هذه البلدان، موقفنا هو قائم على مبادئ، ويمكننا أن ندافع عن مواقفنا في مصلحة الأمن والعدالة للفلسطينيين، ولكن أيضا من أجل أن يتم تطبيق القانون الدولي بعدالة، وهذا في مصلحة المحافظة على القانون الدولي. هل تعتقدون بمسؤولية حماس حول ما حصل؟ كما قلنا في المحاكمة أننا أدنا ما قامت به حماس. هل هي مسألة أيام أو أسابيع؟ نحن لا نريد أن نضع ضغطا على المحكمة، ولكننا نعتقد أن المحكمة تعرف مدى الاستعجال الموجود للتوصل إلى قرار سريع.
هناك من يقول أن جنوب أفريقيا هي الذراع القانوني لحماس. نحن قدمنا القضية باسم حكومة جنوب أفريقيا وباسم عدد كبير من الفلسطينيين من الصغار والنساء والكبار الذين قتلوا في غزة، ولم نقدم أي شيء باسم حماس. هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، ليس لدينا أي تكليف من حماس. سعينا هو من انطلاقا من موقف الحكومة، حكومة جنوب أفريقيا، وهي ضد ما تقوم به والأعمال البلاد الاجتماعية التي قامت بها إسرائيل. في جنوب أفريقيا هناك العديد من اليهود يقيمون. القضية هي ضد حكومة إسرائيل وليس ضد اليهود. المحكمة هي الأعلى في الأمم المتحدة، لكن من غير المعقول أن نتحدث عن المحكمة تعطينا الفرصة، ونحن نبني موقفنا على القوانين الدولية والمعاهدات الدولية. وقد قدمنا قضية واضحة، وهذه ليست سياسة، ونتوقع أن تحكم المحكمة بناء على القانون الدولي. هل ستحافظون على علاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؟ الآن علاقاتنا الدبلوماسية ليست في مستوى عادي، فقد استدعينا سفيرينا، ونقوله هو أننا ننتظر مخرجات هذه القضية حتى تصل أن تتحقق العدالة في فلسطين، وبعد ذلك سوف نعمل مع الدول الأخرى لإرساء سلام دائم. أعتقد أننا قادرون على أن نتحدث عن ذلك بعد البت في هذه القضية. ما هو الشيء الذي لا تتفق فيه المحكمة معكم؟ نحن هنا لنقول نعزز تطبيق القانون الدولي، وهذه المؤسسة هي الأعلى، ونعتقد أن القضاة احترافيون، ونريد أن نعطي الفرصة أن سيتمكنون من العمل بشكل احترافي، للنظر في الوقائع والأدلة والوثائق القانونية من معاهدات وغيرها.